إلى كأس الميدان. هذه الكأس لمن اليوم؟ وهنا طبعاً مع التنافس المثير هنا في استوديو الألعاب وكأس الميدان. معي اليوم ستكون طبعاً محافظة وأيضاً مدينة من حضرموت. معي اليوم محافظة حجة، واسمع لهم تحية أيضاً أقوى جمهور. وبالمقابل طبعاً هنا باللون الأزرق ستكون معي أيضاً منطقة شحير. معي طبعاً اللوح هنا، سنشرح هذا المسار وأيضاً التفكير في المرور من خلاله. أبدأ أولاً بالتعريف بأسماء المتسابقين من حجة وشحير. المتسابق أيمن علي ماطر. المتسابق محي الدين سالم حيث. المتسابق عبد المجيد قاسم أحمد سيف. المتسابق محمد سعيد ليبل. المتسابق عاصم عبد المرين. المتسابق عبد الله مبارك حيث. طبعا معي هنا الفريق الاول من محافظه حجه، اسمع لهم تحيه اقوى جمهور. وحياكم الله اصحاب شحير، وانستوا ونورتوا. شوف الان طريقه السباق واضح من هذا اللوح معي. الطريقه عباره عن اثنان فيه والعبور من اللوح. اذا سيبدا فريق شحير على بركه الله. طبعا تفضلون هنا اول على المنطقه ثم مع الصافره تنطلقوا. وعلى بركه الله اسمع لهم تحيه جمهور. يلا على بركة الله. يلا نقول جمهور نحسب إلى الواحد ثلاثة. بسم الله. إذن ينطلق. حاول تركز، ركز الآن، حاول والاتزان الآن. طبعا سهل بس يريد منك ذكاء شوي، بس ما تتحرك من منطقتك يا شباب، لا تخرج خارج المنطقة. حاول ممتاز. بس ننطلق الى محافظة حجة ونشوف. طبعا يا جمهور الان شوف، جاهزين ان شاء الله. جمهور كيف معكم؟ ما شاء الله يلا بسم الله نشوف الان. نحسب الى الواحد وينطلقوا. جمهور نحسب ثلاثة. الواحد ثلاثة واحد. ركزوا. الفريق الاحمر طبعا يشجع. خلاص عاد تحرك نفسك. اعطوهم تحية اقوى يستاهلوا. الجولة الأصعب الآن وهي جولة تغميض الأعين ونشوف. طبعا الآن 10 درجات ب10 درجات. هذه أيضا عليها 10 درجات الآن ونشوف. جمهور نحسب. 1 2 3. 1 2 1. وجه هناك اصحابك كلهم يمين يسار بسرعه. لا مكانك، وين مكانك؟ بسرعه التوجيه الان. اسمع لهم تحيه صراحه. جاهز؟ يلا مغمض الأعين ونشوف الآن هذه الجولة. يلا ونشوف مع اللوح مع الصافة تنطلقوا مباشرة. 1 2 3. جمهور. 1. البداية والانطلاق الآن بسرعة. حاول بس انتبه للمسبح، انتبه الآن للمسبح بس انتبه رجلك. الجمهور طبعا وجولة أيضا متعادلة. الآن طبعا هنا مع المتسابقين طبعا معاهم، وهي طبعا جولة وصول اللوح أو إنهاء العملية. هنا معكم هذه الأكواب، المطلوب تبني هرم مكون من قاعدة من 7 أكواب. بسم الله على بركة حجة. يبدأون باللون الأحمر ونقول نحسب من 3 إلى 1. 3 2 1. بسرعة بسم الله ينطلق. ركز بس، ركز الآن. 7 أكواب تحت، حاول تعجل يا أيمن. حاول تعجل بسرعة أيمن.
خليك انت من اللوح عشان لا تركز في اللوح، ركز في صاحبك عشان ما تنفقك وعشان تكون مع صاحبك. العملية بسيطة، خلاص العملية الآن هنا سهلة، عادي عادي نفق بس أبدا استمر. أيوة الهرم لم يستقيم وبالتالي طبعا يحصل جولة كاملة بأكوابها و ألواحها وكل حاجة. الآن معنا فريق شحير جاهزين، نحسب من ثلاثة للواحد. الانطلاقة بسرعة، سبعة سبعة أكواب، ممتاز ركز بس. من عبد الله، من عبد الله، من يا عبد الله، حاول بس تعجل شوية وحاول بس ركز تمام. انتبه هنا في كوبين، نزل هذا الكوب، في كوبين، في كوبين، نزل هذا الكوب، في كوبين، لا لا نزل نزل نزل، ما بيصعبك، لازم تنزل، نزل الكوبين هذه. لا طيح عليك الأكواب يا عبد الله، حاول تعجل بس، تعجل شوية، عجل عبد الله، حاول شوية، حاول. عملية سهلة جدا وكتسكت. للأسف انتهت الجولة. في هذه الجولة طبعا تكون هنا العشر درجات للفريق الأحمر والصفر لفريق شحير. حجة 30 درجة وشحير 20 درجة. اسمع تحية إذن للبطل الليلة. طبعا هنا حجة اليوم يتوجون طبعا مبدئيا بهذه الكأس وأيضا مبلغ 50,000 ريال من سمة حضرموت. مبروك أيضا عليهم، اسمع تحية جمهور أقوى. بينما شحير يستاهلوا مبلغ 30,000 ريال، واسمعنا تحية أقوى أيضاً. استاهلوا، مبروك عليكم. لكن طبعاً أمام الفريقين أو أمام طبعاً فريق الليلة فرصة 300,000 ريال تظهروا بها طبعاً جميعاً من خلال التصويت على يوتيوب من خلال المشاهدات الأكثر، نشر الروابط والمشاهدات. وأيضاً الكأس سيكون للفريق الفائز والأكثر مشاهدة. في أمان الله، قدر حلقة وتنافس جميل.